شكرا. قائمة الدول التي تدعم جبهة البوليزارو في حق تقرير مصيرها طويلة وعريضة، من جنوب من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، حتى أن جبهة البوليزارو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي مثلها مثل العديد من الدول. الآن السؤال، لماذا في كل خطاباتكم وتدخلاتكم تتهمون الجزائر، حتى أنه اليوم في مداخلتكم ذكرتم الجزائر أكثر من ذكر جبهة البوليزارو التي هي الطرف الآخر الأساسي؟ لماذا تخصيص اتهامات الجزائر؟ شكرا. ممكن تتفضل تذكر اسمك وتمثل أي جهة؟ سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية تتكلم باسم الجزائر، تدافع عن الجزائر الآن. هذا لا، ولكن انت تمثل، لا عندك الحق اخلاقيا، ولكن اسال اي سؤال اخلاقيا. سكاي نيوز هي التي تؤدي لك ثمن، هي التي تؤدي العمر. انا سوف اجاوبك، لماذا تكلمت عن الجزائر؟ لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليزاريو وسلحته ودعمته دبلوماسيا، وهي التي غير هذه السنة يعني خصصت 6 ملايين دولار لللوبينج من أجل البوليزاريو. من أين تأتي شردمة البوليزاريو بأسلحتها؟ من تندوف. أين توجد الجمهورية المزعومة؟ في تندوف. أين يوجد المسؤولين تاع البوليزاريو؟ في تندوف. من يؤدي الثمن ديال التذاكر تاعهم، الأوتيل تاعهم، الأصفار تاعهم، السيجارات بتاعهم؟ في تندوف. الجزائر، الجزائر هي التي خلقت البوليزاريو، وهي التي تموله، وهي التي الآن تدافع عليه.